تطرقت الصحف العربية الصادرة اليوم الخميس لعدد من المواضيع، منها على الخصوص آخر مستجدات تشكيل الحكومة اللبنانية وأزمة سد النهضة الإثيوبي وتصنيف الاقتصاد السعودي ضمن أقوى اقتصادات العالم والوضع في تونس. ففي مصر كتبت الشرق الأوسط أن القوى السياسية في لبنان تترقب نتائج اللقاءات المتكررة بين عون ميقاتي الذي سار القصر الجمهوري أمس للمرة الثانية خلال يومين لاستكمال البحث في ملف تشكيل الحكومة. ونقلت اليومية عن ميقاتي استنادا إلى مصادر مواكبة لملف التأليف قوله بعد اللقاء الذي دام نصف ساعة تقريبا: نسعى والرئيس عون إلى تشكيل حكومة بأقصى سرعة، لافتا إلى أنه قدم اقتراحاته ومشيرا إلى أن معظمها لاقى قبولا من رئيس عون. وفي موضوع آخر نقلت الشروق عن وزير الموارد المائية والري المصري الأسبق محمد ناصر علام قوله: إن أي خطأ في تشغيل سد النهضة يؤدي إلى كوارث وخاصة على السدود السودانية، مشيرا إلى أن السودان تعرض لاندفاع كميات كبيرة من المياه العام الماضي والجاري بعد انتهاء ملء سد النهضة. وفي السعودية كتبت صحيفة الاقتصادية أن الاقتصاد السعودي يصنف ضمن أقوى الاقتصادات في العالم بصفته عضوا في مجموعة العشرين، وهو اقتصاد مفتوح ومتنوع ومبتكر ويشهد تطورات مستمرة من فترة إلى أخرى نظرا إلى تعدد أدواته العملية ونشاطاته المتنوعة النفطية وغير النفطية. وتابعت أن السعودية تهتم بإدخال كل العوامل الناجحة والمساعدة في تطوير مكونات الاقتصاد الوطني، وبالتالي يأتي انعقاد المنتدى السعودي الأول للثورة الصناعية الرابعة في السعودية ضمن حراك كبير على صعيد محاكاة المستقبل في جميع القطاعات والميادين، وفي إطار سلسلة لا تنتهي من المشاريع والمبادرات في هذا المسار الاستراتيجي الحيوي. ومن جانبها كتبت صحيفة الرياض في افتتاحها بعنوان فرصة جديدة لتونس أنه من الإنصاف القول إن التجربة التونسية مثلت النموذج العربي الأكثر سلمية في التحول السياسي ضمن عقد الثورات العربية الأخير، غير أنها بخلاف ذلك أخفقت في تحقيق أي من طموحات وأحلام شعبها. والمتهم الوحيد في فشل بناء الدولة هي الطبقة السياسية الحاكمة التي انشغلت بتحقيق انتصارات صغيرة ومصالح حزبية ضيقة على حساب مصالح الشعب واهتماماته المعيشية الملحة، حيث ترك السياسيون مشكلات البطالة والانهيار الاقتصادي والصحي وحولوا مجلس النواب إلى ساحة للصراعات والمشاهد المخجلة بدلا من بحث هموم الناس واجتراح حلول سريعة لمشكلاتهم وأزمات البلد.